اتفقنا على كل شيء، وبكره بيكونوا عندكم تصاميم كلها، وانت كمان ضلي مو حاطط جرافي وقبل ما كله من اللي صار امبارح. لك صرت خاف من لبس الجرافي. اياد ليش شو صار امبارح؟ بعدين قلي انت صرتوا رفقات انتو من امبارح فتون. على فكرة تيابك طالعين كتير حلوين. حبيبة قلبي انت كمان طالعة حلوة كتير. على فكرة انت فيكي كتير شغلات متغيرة، لا تفكريني ما انتبهت. بالله انتو امتى رجعتوا رفقات فتون؟ متلكن امبارح. يا جماعة بدي اتشكركم كلياتكم على حضوركم اليوم على العشاء، وبعرف انكم عم تقولوا شو هالمكان الغريب اللي جبتكم عليه، بس رح قلكم فورا هاد المكان اللي رح تكبر منه ماركت سيسا دينجر وتتطور أكثر، أول محل لقلنا، ومشان هيك أنا حبيت إنه نحتفل كلياتنا هون. شكراً للي فتحت لنا دار الأزياء عندها واستضافتنا بشكل كتير منيح، وهي أكيد رقم واحد بتركيا رنيم دينجر، شكراً كتير. فنان حقيقي بتمنى انه يكون جنبي بكل مشروع بعمله بحياتي، اكيد هو فنان. وقلال يلي بموهبته كريم ايدن، بتشكرك كتير. صراحة انا لسه ما بعرفك منيح، بس بما انه رنيم واثقة فيك وبتحبك كل هالقد، واجبي اني انا كمان اوثق فيكي، ومن هلا رح اعطيكي ثقتي ورح اتشكرك من قلبي. شكرا ريما جيتن. خجلتيني. وهلا مين ضل عنا ما ذكرنا؟ مين؟ انت طلعت ابن رنيم وانا ما كنت بعرف عن جديد حتى دريت. انا كمان كنت عم عزبه لهالشاب الحلو معي. انت كنت جنب فتون على طول، وواضح انك انسان كتير محترم، ولانك دايما واقف جنبها وبتساعدها انا بدي اتشكرك اياد دينجر. مثل ما بتعرفوا بالفترة الماضية انا سلمت شغل كتير مهم لكريم وفتون، هذا الشغل هو كتالوج مشان ايطاليا، ووصلوني الصور كلياتهم، وبنت كتير ذكية وقد حالة وموهوبة مسكت المقص والقماش بإيدها وغيرت كل تصاميمي اللي أنا عملتهم، كتير جريئة. بس إلكن شغلة، التصاميم صاروا معها أحلى كمان، وأنا برأيي إنه الجرأة هي واحدة من أهم الصفات اللي بتطلبها هاي المهنة، وهالبنت الجريئة هي سبب وجودي أنا هون، منبع إلهامي بمشروعنا الجديد. فتون آجار شكراً إلك. يمكن طولت عليكم بالحديث، تفضلوا. بما انه بلشنا بالحكي انا كمان حابة اني قلكم شغلة مهمة. الو سامي بيك. ايه تفضل انا عم بسمعك. سامي بيك معك حق، وأنا بعرف شو مكتوب بشروط العقد، بس يعني لو منجتمع لمرة أخيرة ومنحكي يمكن يمشي الحال. مفهوم. طيب وانت بخير؟ نحن رح نوقع على مشاريع مهمة كتير مع بعض يا مونيكا، منيح انك اجيتي. ورح قلك شغلة، شرف كبير إلي اني عم اشتغل معك. ريما بنت قوية كتير وذكية كمان، جديدة بهذا الوسط، بس متأكدة انه رح يكون إلى اسم، لانه انا اللي رح كون وراها. عم تشتغل على حالة كتير، ورح تشوفوا هاد الشي بفترة قريبة، وحتصير رقم واحد. شكرا رنيم خانم. فيك ترد على التليفون، نحن منستنى. آسف يا جماعة بس التليفون ضروري، كملوا انتوا. ايه اياد، هدول سحبوا مشروع الملعب منا، ومو بس هيك، هن طالبين منا تعويض لأنه نحن ما التزمنا بشروط العقد.
والمبلغ اللي لازم ندفعه هلأ فوق 10 مليون، يعني خلص نخرب بيتنا شريك. شو الموضوع؟ انت منيح؟ اليوم مهم كتير بالنسبة إليك. أنا منيح، لا تقلقي علي، نحن هون كرمالك. فتون وكريم اتنيناتهم مواهب شابة، صح؟ أنا وفتون صار بيناتنا مواقف مو حلوة وزعلنا شوي مع بعض، بس كله صار ماضي. نحن هون هلأ ونحن سوا، واليوم بالحقيقة ما عم نحتفل بماركت سيسا دينجر وبس، حابة إني أحتفل معكم بخبر تاني وصلني كمان، وهذا الخبر بخص فتون وكريم تحديداً. لهيك حابة إني أحتفل معكم بالفرصة الحلوة اللي قدمتها مونيكا لهدول المواهب الشابة. صحتكن وبصحة سفرة فتون وكريم على إيطاليا مع بعضهم هنن ومونيكا. مظبوط هالحكي؟ فتون عم بسألك في هيك شي ولا لا؟ احكي. إياد أنا ممتاز، حلو كتير كتير حلو. إياد والله كنت رح أقول لك. إمتى؟ أنا كنت عم استنى الوقت المناسب لخبرك. إمتى فتون؟ إمتى؟ احكي. أنت عن جد بدك تسافري معه على إيطاليا فتون؟ إياد لو سمحت لا تعصب، مو حلو هيك قدام العالم. انا شو بدي بالعالم هلا؟ انت كيف بتعملي فيني هيك؟ كيف ما بتحكي لي؟ كيف يعني ايطاليا؟ اصلا انت كيف بتفكري بهيك احتمال؟ اياد روق شوي. انت لا تتدخلي. ولك انا تخليت عن كل شيء كرمالك، تركت شغلي وحياتي وضليت جنبك. نسيت حياتي كلها وعشت حياتك انت. اليوم بتعرفي شو خسرنا؟ بسبب هاي التمديدات الصحية أنا خسرت شغلي وكل شيء. فلست يا فتون، فلست. ومشان ما تتزع عليك سهرتك ما حكيت لك أي شيء أبدا، بس مشان ما تزعل. اسمعني إياد، أنت معك حق، بس أنا سكتي. بدك تسمعيني؟ لك خلص فتحي عيونك بقى، مو بس أنت اللي موجودة بالدنيا. أنت وحدة أنانية كتير إياد وفتون، ما هيك؟ ونحن مختلفين عن الكل، ما؟ حكيت لك كل شي عن حالي وما كذبت، حكيت لك كل أحلامي. هي هي محبتك؟ اطلعي فيني، اطلعي بعيوني، هذا هو حبك إلي؟ إياد والله أنا أسفة، والله أنا أسفة، خلاص. ولك حاجة تكذبي علي، حاجة تكذبي علي. لا ما تكذبي إياد، أنت عم تكذبي طول الوقت. إياد أنت وحدة أنانية يا فتون. خلاص خلاص، روح شوي، روح شوي، عم لك روح. اهدى شوي، صدقني ان الحب بإيطاليا رح يكون غير شكل. يا واطي يا اتركوني، اتركوني عمالكم، اتركوني عمالكم. بعدوا عني، بعدوا، خلاص اياد، بعد عني. ما سمعتوا؟ لك ما سمعتوا شو قال؟ هو بيحب لفتون. ايه بيحب فتون، ما سمعتوا؟ اياد روح من هون، اطلع فورا لبرا. انت منيح؟
انت منيح؟ ايه منيح منيح. كريم كريم قوم لاخذك على الدكتور. لا ما في داعي انا منيح. ما عم لاقيها، وين اختفيت؟ بتكون عندك ريما، انسي خلص بلاها، ما كتير مهم. ها لقيتها. مو معقول هالشي، لازم تعقمه للجرح. استنى لشوف. ايوه تمام، هلا رح اعقمه. ممكن تتوجع. جاهز كريم؟ ما توجعت؟ يعني شوي. فكرت ما توجعت لما ما حكيت. بنفخ عليه، إذا نفخت شوي بتهدى. لا ما في لزوم. طيب كيف ضربك هيك؟ شو هالمتوحش؟ يا ريت لو ضربته كمان. كل القصة إنه غيران. تعرف شو بدي أقولك؟ الحقيقة أنا بلشت أتعود عليك، يعني حاسة إني بعرفك من زمان، وكمان صرت حس إني بمون إجي لعندك إمتى ما بدي. عن جد بدك تسافر على إيطاليا؟ رح سافر. قصدي رح نسافر. كمان فتون. ها على طول فتون. ريما انت كمان بتحبها ما هيك؟ واضح انك بتحبها، اصلا مبين من عيونك. اياد معه حق، معه حق انه يضربك. ريما هالشي ما له صحيح. ريما لك تركني، تركني بحالي. لا تنكر هالشي، اذا ما بتحب اثبت لي هالشي هلا. رح اثبت لك وهلا. بدي اياك تضلي عندي اليوم. Thank you.
ألو؟ لساتك نايمة لهلأ ريما؟ لا لا أنا فايقة بس ما صار لي زمان. مو هيك بيوحي صوتك، لازم تشتغلي والكل نايمين، هاد سر النجاح حبيبتي. طيب رنيم خانو، أعطي عنوانك ليسرى بس بدي تعطيها إياه بالتفصيل، فهمتي علي؟ ليش بدها تجي؟ ريما ممنوع تسألي، أنت بتنفذي وبس. طيب عفوا، معناها أنا هلأ رح أتصل مع يسرى فورا. تعرفي إنه اليوم رح تبدأ حياتك من أول وجديد، انبسطي فيها. شكرا يا خانم. اتصل مروان، قال المسا في حفلة وعاملنا مفاجأة. منظر الشمس حلو كتير لما تطلع. بياخد الحال. بتعرف شو؟ لما تشوف الشمس طالعة بتحس حالك بتقدر تعمل كل شيء. على فكرة الناطور محظوظ كل يوم بشوف هالمنظر. انت سمعتني شو قلت؟ مين اللي خلق يروح على حفلة؟ وشو المناسبة بقى؟ ما بعرف، ما خبرني. لك يا مجد فتون أكيد رح تجي، ما بدي روح. نحكي بعدين بهالقصة، بس هلأ نحن في عنا شيء أهم. مهندس مجد أويار؟ المهندس إياد دينجر. شو جاهز؟ جاهز؟ ايه بس عم قول مو الأحسن إنه نغير ثيابنا بالأول؟ تفضلوا يا شباب فوتوا. أحمد بيك، أنا مبارح كنت محضر العرض كتير منيح، بس لما شفت مجد متوتر تلبكت كتير وما عرفت شو بدي ساوي وقتها، حتى نسيت كل اللي بعرفه. أحمد بيك لا تواخذني، بس بحياتي ما شفت عملية بيع بهاي الطريقة، وحضرته لوش الصبح قاعد بالمحلات عم يتسلم على البنات وعلى طاحنك، وأنا عم بتصل فيه وترجاه وقال له عنا شغل مهم، وهو بيقول لي لا والله مالي جاي. أي لا لا، بس دقيقة واحدة، بالأخير مين لحق التاني؟ طبعا أنا جيت لعندك، بس مو هاد موضوعنا الأساسي إياد. لك طلع بيرقص رقص، اي والله كان لازم تشوفه بين البنات. هاي شغلات خاصة ما بصير تحكيها اياد. معقول خجلة من الشيء اللي عملته؟ احكي له عن الاسبوع الماضي. اصلا مبين انك غيران مني. رح احكي له كيف تركت. ايه باللي عم تعمله. لك خلاص خلاص انا. اسكتوا، نحن كلنا مطرودين يا اولاد. فلست الشركة، اخر مناقصة كسرت الميزانية، والوضع صعب يتزبط، مجبور اني بيع الشركة. اكيد بتعرفوا انكم اغلى موظفين على قلبي، كرمال هيك حبيت خبركن قبل كل الموظفين. معقول ما في شي نقدر نعمله؟ صحيح أحمد بيك، إلا ما نقدر نلاقي شي حل. بتمنى يا شباب إنكم ما تضايقوا حالكم، أصلاً أنا تعبت ومليت وما عاد فيني كمل. عم فكر إني أخد عيلتي وسافر لبرا البلد، مثل ما بتعرفوا صار لازم ارتاح. بتمنى إنكم ما تاكلوا همي. الزمن هلا صار زمنكم انتو يا شباب. عن ياسمين بقى، والله هي مو شايفتك. الحكي إلي؟ مو شايفتني؟ خلص خلص، تصطفل مثل ما بدك. في شي ضروري لازم قلك يا إياد دينجر. تعرف شو بدنا نعمل؟ بدنا نشتري هاي الشركة من أحمد بيكو فورا. ها؟ شكلك لهلأ ما صحي. بلا صحيان، ليش مستغرب؟ لك هاي شركتنا، منعرف الموظفين، منعرف الزباين وكل تفاصيل وطبيعة الشغل اللي هون. يعني إذا ما اشتريناها مين بده يشتريها؟
شو قال أحمد بيك؟ يا شباب هاد زمنكن أنتو. طيب والمصاري؟ يعني من وين رح نجيب كل هالمبلغ؟ كل واحد بشوف قديش في معه مصاري، وأنا كمان بقدر أدين شوي من أبي، وبظن إنه أمك تقدر تساعدنا كمان بهالقصة، بس بدك تلغي لي عطلة آخر الأسبوع. بس دقيقة، استنى استنى، ما في عندي عطلة غير هذا اليوم وعن جد ما بداوي. لكن اسمع شو بدي أقول لك، حضرة المدراء مجد أويار وإياد دينجر، كيف؟ ها؟ عجبتني كثير هالفكرة والله. إياد دينجر، تقبل نتشارك أنا وياك؟ ايه بقبل بقبل بقبل. خلاص بطلي الحركات بقى. ليش جايب هالمنظر اياد شباب؟ مجد، مو انا المدير هون؟ من اليوم خلص ممنوع لبس لطقوم. ايه منشوفك بعد كم سنة. ليش ما اجيت؟ مين هي؟ قصدك ياسمين. ايه مو جاي اليوم. ماشي خلص خلص بلش. يا جماعة مرحبا، كلكم دريتوا باللي صار وانه احمد بيك تقاعد. شركتنا من اليوم دخلت بمرحلة تجديد وتأسيس لطريق تاني، والوضع يمكن ما يريح كل الموجودين هون. يعني بالمختصر بالمختصر المفيد، الشركة انباعت لحدا تاني اللي هو نحنا. اي نعم، لهدول الشابين. اكيد رح تسألوا حالكم كيف هالشابين رح يديروا الشركة. الحق معكم، نحنا لساتنا صغار بالعمر، منعترف بهذا الشي طبعا. المهم بدنا شي واحد من حضرتكم، لا تغشكم المظاهر الخارجية ابدا. انا وشريكي مجد دائما عرفنا كيف نخطط وننفذ يلي بدنا اياه. نشكر الله، بس بدنا ثقتكم لنقدر نكمل. صحيح، مثل ما كان عم يقول إياد بيك، لازم توثقوا فينا لأنه نحن منوثق فيكن. يلا معناها مبروك علينا كلياتنا. هات لشوف. يلا لشوف. ايوه ايه يا جماعة، من 5 سنين أنا وإياد بلشنا معكم بالحلم. كنتوا معنا ومشينا بهالحلم سوا. أحمد بيك باعنا شركته ومشينا على نفس الطريق. حققنا كثير نجاحات، صرنا عائلة واحدة بهي الشركة. يعني بعتقد أنه هذا أحسن وصف من بعد 5 سنين شغل مع بعض. صرنا عائلة وفي كتار منا تجوز وصار عندهم أولاد. يمكن ما بتقربونا بس نحن عائلة واحدة، أو كنا عائلة واحدة. ليكو يا جماعة، للأسف اليوم ما له احتفال بالذكرى السنوية للشركة. قبل كل شي حابين نتشكركم، لأنه بصراحة هذا حفل وداع. مشروع الملعب كان المفروض أنه يحسن من وضع الشركة هاي، بس بسبب كم قصة انعكس الوضع وأفلست الشركة، وهلأ في علينا عقوبات جزائية. لهيك قررنا انه نوقف الشغل لفترة، وانتو بتقدروا من هلأ انكم تدوروا على شغل تاني اذا بتحبوا. اكيد كلياتكم يا شباب رح تاخدوا من الشركة كتب توصية ورح تقبضوا رواتبكم باخر الشهر. طبعا نتيجة لتوقف الشغل رح تقبضوا تعويضاتكم. طبعا الوضع اللي عم نمرق فيه اكيد ما رح يكون سهل. يا منرجع مثل قبل، يا اما هالشركة رح تسكر نهائي. بصراحة نحنا مو شايفين انه في امل لرجعتنا بنوب. طبعا ما حدا بيعرف شو رح يصير، بس حابين انه نشكركم على وقفتكم معنا خلال السنين الماضية. لهيك عن جد شكرا كتير لكم. انا بتشكركم يا جماعة. وهلأ بعد 5 سنين يعطيكم العافية. كلنا سوا. تفضلوا تفضلوا. حبيبي شو في؟ ما في بالعاده. شو صار؟ شو صار؟ اسمه مروان. شو صار؟ خليكي جنبي حبيبي. صراحة الموبايله يا شباب. مع شو صار؟ خليكي جنبي. لا يا جماعه ما في بالعاده. حدا يعطينا طلب. يا جماعه لا لا لا
ابعد عني. ثواني استني يا شباب. يلا حبيبي انا هيك. لا لا لك شو صار؟ شو عم بيصير؟ فتون وين راحوا؟ هذا الواطي نزل قواطع الكهرباء وراح. شو؟ هو كمان مو هون. شو؟ وين فتون؟ دوروا جوا. فتون يلا بسرعة. يا فتون. فتون وينك؟ فتون فتون ريما. فتون وينك؟ فتون فتون وين راحت الفتونة؟ ريما يلا فتون. العمى وين راحوا؟ ما لقيت جوا. وين بدها تكون راحوا؟ وانا ما لقيت حدا. لك شو صار؟ ما عاد فهمت شيء. هي وين فتون هون؟ مجد دور بشنطاية ريما. ما في حدا جوا. يلا بسرعة. وتليفون ريما كمان هون. أكيد خطفها. يا الله كيف اختفوا هيك؟ كريم أنا بورجيك يا واطي. إياد يا إياد يا إياد استنى شوي. إياد ريما فتون 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 ريما فتون سيرين فتون فتون يا حبيبي يا فتون ريما فتون فتون ريما فتون مو مبينة. يا الله وريما كمان مو مبينة. كيف يعني مو مبينين؟ شو بدنا نساوي هلأ؟ شو رح نعمل؟ انتوا روحوا على بيته لهالواطي. مروان وسيرين انتوا رح تضلوا معي. تعالوا يلا استعجلوا استعجلوا يلا يلا بسرعة. يلا شو بصير معكم؟ ريما فتون ريما فتون ريما فتون. يا الله دخيلك إذا ما كانت هون وين بدها تكون يعني؟ يا ريما 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 فتون عم تسمعوني؟ بلكي هذا عمل لها شي لفتون هلا. بلكي عمل لها شي لفتون أمير. خلص اهدي حبيبتي لا تخافي من لاقيهم. مالهم هون؟ لوين اخذون؟ لوين؟ انت شوي مجد هنن هون بيشتغلوا. بلشوا من جديد. اجوا شي لهون؟ ما شفت حدا وصل لي زمان قاعد هون. شو بدنا نعمل هلا؟ شو الحل؟ حبيبتي روقي ما بصير تتوتري. لا تقلقوا اكيد رح نلاقيهم. لا وين بده يكون اخذهم هالواطي؟ وين؟ ما عم يخطر ببالكم مكان تاني؟ اي مكان تاني نروح ندور عليهم فيه. انشغل بالي مو جاي على البيت بنتي. شوفي رسالة من الخالة مرام. ماشي هاي القصة عندي انا بدبرها، انت لا تشغل بالك. ما رح نخوفها بهالليل حرام. رح نام عند بتول اليوم. لا تقلقي امي. لازم نروح على المخفر. ما رح استنى. أحسن شيء إياد. يلا أمشي. أمشي. إذا عرفوا شي عنه رح يتصلوا فينا. نحن ما عاد فينا نعمل شي. ما عنا حال تاني غير إنه نستنى. وإمتى حنخبر الخالة مرام إنه هيك صار معنا؟ هلأ ما في داعي نخبرها بشي. بدها ترتعب على الفاضي ويضل بالها مشغول. بكرة الصبح منخبرها بالقصة. أمير معه حق. بكرة الصبح منخبرها. هلأ ما في داعي أبدا. بلكي بيكونوا ثقوا لوقتها. إن شاء الله إن شاء الله ما يصير لهم شي. أي حبيبتي إياد. إياد لوين راح؟ خليك معنا. فهمنا شو عم يعمل؟ إياد إياد أنا لك مجد لوين رايح أنت كمان؟ ليش بتحملوا حالكم هيك وبتروحوا؟ قلنا لوين رايح أخي؟ أنا بدي أبقى لحالي شوي. مجد خليك معنا، خلونا نضل مع بعض. أنتوا روحوا أنا بلحقكم بعدين. يلا